يسعد صباحك استاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يعني استاذ حسان، شفنا في تحسن ملحوظ بالطقس بالاسبوع اللي مضى، خلينا نوضح، هل رح يكون في ارتفاع بدرجات الحراره بالايام القادمه؟ بشكل عام شو هي درجات الحراره المتوقعه بمحافظاتنا السوريه؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك يا زلمه، هيك للاخباريه السوريه. هلا الاجواء يعني عم نلاحظ هناك تغيرات عم تكون على عنصر الحراره تحديدا خلال هيدي الايام. نحن بالجزء الاخير من فصل الصيف عم تكون الحرارات ما بين ارتفاع وانخفاض، يعني الحرارات عم تضلها اعلى من المعدل ب 2 ل 5 درجات مئويه بمعظم المناطق، والاجواء عم تكون حاره نسبيا وصحوه بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقه بالمناطق الداخليه، بينما تستمر الاجواء السليميه والحاره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه، والرياح عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله مع هبات نشطه، بعض الاحيان تثير الغبار بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه. هلا البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر عم تكون 27 درجه مئويه. نهار بكره وبعد بكره في تغير بدرجات الحراره، بتميل الحراره للانخفاض بمعظم المناطق لتكون الحراره حول معدلاتها لمثل هذه الفتره من السنه. بشكل عام رح نشعر بكره بالانخفاض بدرجات الحراره باغلب المناطق. الاجواء عم تكون صيفيه عاديه بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، مع فرصه ضعيفه لهطل الامطار محليه خفيفه على المرتفعات الساحليه، تحديدا احتمال الهطل المطري ممكن يكون من خلال ساعات بعد منتصف هيدي الليله، بيستمر لنهار الاحد والاثنين، ولكن بفرص بتكون محدوده فقط بالمرتفعات الساحليه ومتفاوته نوعا ما، بينما الاجواء الحاره ونسبيا والسليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه هي سيده الموقف في هذه المناطق خلال الفتره القادمه. خلال ساعات الليل بشكل عام عم تكون الاجواء معتدله بمعظم المناطق ومائله للبروده نوعا ما في المرتفعات الجبليه، القلمون، المنطقه الوسطى، مع فرصه لتشكل ضباب خفيف في المنطقه الوسطى. هلا منتصف هذا الاسبوع الثلاثاء والاربعاء ترجع الحراره بترتفع من جديد لتكون حول المعدل او اعلى من معدلاتها بقليل، تتحول الاجواء من اجواء صيفيه عاديه الى اجواء حاره نسبيا، بينما تكون الاجواء اجواء حاره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه. نهايه هذا الاسبوع يوم الخميس ترجع تنخفض درجات الحراره وتكون الاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا، والحراره بتكون حول معدلاتها باغلب المناطق مع فرصه لهطل امطار محليه بالمنطقه الساحليه تحديدا خلال ساعات ليل الخميس نهايه هيدا الاسبوع. يعني التغيرات مثل ما لاحظنا عم تكون فقط بموضوع درجات الحراره مع احتمال لهطول الامطار محليه بفرصه خفيفه، احتماليه خفيفه عم تكون تحديدا بالمنطقه الساحليه وبمعظم المناطق عم تكون الاجواء مائله للبروده خلال ساعات الليل مع احتمال لتشكل برد خلال ساعات الصباح الباكر. نعم. في المنطقه الوسطى. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 37 21، القنيطرة 33 20، القلمون المرتفعات الجبلية 29 14، السويداء 33 18، درعا 36 21، المنطقة الوسطى 33 20، حماة 38 19، ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 31 24، الحسكة منطقة الجزيرة 39 23، بالشمال حلب وإدلب 36 22، المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البكمال 41 25، البادية السورية 39 22، في المنطقة الشرقية والبادية، منطقة الجزيرة بتضل الأجواء السليمية مغبرة مستمرة معنا. نعم. تمام استاذ حسان الجردي، يعطيك الف عافيه وشكرا على كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها بخصوص موضوع الطقس.